Let's go. السؤال الأول يقول لك ماذا تعرف عن البحر الميت؟ الجواب يقول لك كان مريض ثم مات. يا شباب بالمناسبة تدرون أنا ما أعرف ليش البحر الميت اسمه البحر الميت والله العظيم، بس اللي أعرف أنه عشان يعني ما في كائنات حية فيه، لأنه يعني نسبة الملوحة في الموية حقته مرة عالية، فبالتالي الأسماك هناك يعني ما تقدر تعيش. من هم العشرة المبشرين بالجنة؟ الجواب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، موسى وعيسى وعمر بن أبي طالب. شوفوا أنا ما عندي مشاكل مع الأربعة الوجه اللي فوق، استغفر الله العظيم ما عندي مشاكل، بس أبي لهب. مو كذا، ما أدري، ما بعلق. السؤال اللي بعده يقول لك اوجد قيمة سين في المعادلة التالية: سين جذر الخمسة ناقص الخمسة. حلو، ممتاز. طبعا الطالب حب ان يكون فلة شويتين. ف ماذا فعل الرومانيون بعد عبورهم للبحر الابيض المتوسط؟ يقول لك قاموا بتجفيف ملابسهم من الماء. اوه ماي جاد شوفوا الجواب منطقي يا شباب، السؤال ما هو واضح، في حكمة يقول لك فهم السؤال نصف الاجابة، وضح لي السؤال.